هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. الكاف يعاقب الجماهير الودادية. أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عقوبة على نادي الوداد الرياضي تتمثل في خفض عدد الجماهير المسموح بحضورها في مواجهة ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأكدت مصادر متطابقة أن الجهاز الوصي على الكرة الأفريقية حدد عدد الجماهير المسموح بها أو المسموح بتواجدها في 30,000 متفرج بسبب رمي القارورات من الجماهير الودادية خلال المباراة الماضية التي جمعت الوداد بضيفه بالوزداد الجزائري لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. انتظار إصدار البلاغ الرسمي في قادم الساعات لتوضيح الأسباب أكثر. أشارت المصادر ذاتها إلى أن العدد المذكور تم بيعه يوم أمس بالكامل، إذ لم تكن هناك دفعة جديدة بخصوص تذاكر عبر الموقع المكلف بعملية البيع. ويجري اللقاء بعد غد الجمعة بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت غرينيتش بلس وان بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بانتصار الوداد في ملعب 11 نوفمبر بالواندا الأنغولية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.